طبعا هناك أمر مهم جدا لا بد من أن نتكلم فيه، وهو أن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى تعرض لإهمال وتشويه وعدم ذكره من قبل المعاصرين من المخالفين وأهل البدع، لأنكم كما تعلمون أهل البدع من المشبهة والمجسمة والحشوية يهملون ذكر الأئمة، وبالخصوص أئمة السادة الأشاعرة رضي الله عنهم، فتجدهم يصرحون بذم الأئمة والكذب عليهم كما كذبوا على الإمام الغزالي حجة الإسلام، وأيضا كما كذبوا على الإمام فخر الدين الإمام الرازي رحمه الله تعالى، وكذلك على الإمام ابن فورك. هذه قصص مشهورة جدا موجودة، ذكرناها في بعض المحاضرات السابقة، أن المجسمة والحشوية الكرامية في زمان الإمام أبي بكر ابن فورك رحمه الله تعالى سعوا به إلى السلطان، صحيح؟ سعوا به إلى السلطان. ما معنى سعوا به؟ يعني الإمام ابن فورك كان من كبار أئمة الأشاعرة، وكان يلاحق المشبهة والمجسمة ويناظرهم ولا يترك لهم مكانا، إذا وجدهم يتكلمون مع العوام يذهب ويناظرهم أمام العوام لكي لا يمكن قلوب العوام من المبتدعة. هذا طريقة أهل السنة والجماعة. يعني اليوم نرى ضعفا شديدا في مذهب أهل السنة أن طلاب العلم الملتزمين بمذهب أهل السنة الأشاعرة لا يعني يدفعون الشبه، لا يعلمون عقائدهم الصحيحة للعوام، لا يحصنونهم. هذا نحن مطالبون به في هذا العصر أشد المطالبة، تمام؟ أئمتنا كذلك كانوا، شيخ المذهب الإمام رأس المذهب أبو الحسن الأشعري كان يلاحق المعتزلة والكرامية في مواقعهم في مساجدهم يطالبهم للمناظرة، صحيح؟ وكان يقول قولته المشهورة: المعتزلة هؤلاء الآن مرتفعون في مناصبهم على منابرهم، لن ينزلوا إلينا إلا إن صعدنا إليهم، تمام؟ كذلك الإمام ابن فورك سار على نهج شيخه فكان يلاحقهم، فعندما لم يستطيعوا مناقشته علميا ذهبوا إلى السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله تعالى، وقالوا أن ابن فورك هذا يقول كذا وكذا وكذا، وعدوا قبائح، تمام، ليغضب عليه السلطان، يكذبون عليه ليغضب عليه السلطان. من تلك الكذبات أنهم قالوا هكذا في الرواية، أن ابن فورك هذا لديه قبائح في الاعتقاد أكثر منا، يعني هم معترفون أن لديهم قبائح في الاعتقاد، فيقول عنده أكثر. طيب ما عنده؟ قال إنه يقول أن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت بعد وفاته، يعني عندما توفي انقطعت نبوته، فالناس غير مطالبين بالإيمان به بعده. قال يقول بكذا وكذا، فغضب محمود ابن سبكتكين وأمر بطلبه. طبعا هذه القصة ألفت فيها كتب، وهي شكاية، كتاب الشكاية المعروف، شكاية أهل السنة فيما وقع لهم من محنة، فوقعت محنة فطالبوا بابن فورك كي يسجنه أو يقتله، فلما مكث وحضر عند السلطان سأله السلطان كذا وكذا، فالإمام ابن فورك كذب ذلك وقال وتكلم عن أن الأشاعرة لا يقولون بذلك وأنه ليس قائلا بذلك، وأتى بنقول وكذا، حتى فرح ابن سبكتكين وارتاح له، ثم أرسله مع الهدايا. فعند ذلك هؤلاء المشبهة المجسمة غضبوا ما استطاعوا أن يكتموا غيظهم، وفي الطريق دسوا له السم في الطعام فمات شهيدا. فالإمام ابن فورك صاحب كتاب متشابه الحديث، له كتاب عظيم جدا في متشابه الحديث، وله كتب أخرى في الأصول، فهذا الإمام مضى شهيدا مقتولا مسموما من قبل هؤلاء المشبهة، وهذه طريقتهم.